مرحبا يا الأصدقاء والأعزاء، معكم اليوم عبد النور. لقد عدت إليكم بعد غياب طويل، وهذا بسبب الظروف الشخصية. لقد عدت إليكم بسلسلة صغيرة وهي تتحدث عن العمل في الصحراء. تتحدث عن البحث عن كيفية البحث عن البترول والغاز في الصحراء. عبارة عن سلسلة صغيرة، أحاول أن أشرح لكم كيف يتم ذلك. سوف أشرح لكم كيفية العمل وكيف نعيش هناك. لدينا فيديو صغير وهو عبارة عن فيديو تشويقي، أتمنى أن ينال إعجابكم، ولكن من فضلكم فضلا وليس أمرا، شاركوا في القناة من فضلكم. بور فافور، لطفا، بليز، سيلفو بلي، بليز شاركوا معنا.
رافعه. انها كذلك. نعم نعم انها كذلك. اتمنى ان هذا الفيديو قد نال اعجابكم. نلتقي في الحلقة القادمة. الى اللقاء. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة. كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.